لم نكن نحلم حين وعدنا أننا سنصنع السبق. لم نكن ندعي زعمنا أن صداه سيعبر القارات. لم يكن تحدي حين أعلننا أنه وجهة كل مستثمر من الآن وصاعدا. لم تكن دعاية حين صرحنا أننا سنحلق في سماء العاصمة. شهدت العاصمة يومي 21 و 22 مايو إنجاز من نوع آخر. زان فيستور إكسبو. أول معرض عقاري على أرض العاصمة برعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. معرض ناجح بكل المقاييس، ترافيك عالي جدا، تنظيم عالي، الإدارة محترمة جدا. لا هو طبعا نجاح كبير جدا لأول معرض عقاري في العاصمة الإدارية، إن هو يكون بالقوة والشياكة والتنظيم دي طبعا حاجة مذهلة جدا. مساحة كبيرة وعلى جمع غفير من الناس، فهذا شيء طيب. الفكرة نفسها بتاعت The Investor Expo من ناحية جولة الطيران، من ناحية السمارت سكرينز في كل حتة، It's very unique idea والكونسبت نفسه ممتاز. اليوم منظم كويس، الناس ملتزمة بالبوصص بتاعتها، الاحترازات الأمنية كلها موجودة. تقدر تقنع العملاء وتجيبهم العاصمة الإدارية يوم جمعة قبل الصلاة، احنا زي ما انتم شايفين موجودين. الترافيك عامل ازاي؟ دي مش حاجة سهلة خالص. مشاريع جميلة جدا وجبارة جدا واعدة. واحد بجد يعني فخور، بجد يعني فخور. حدث تاريخي يشهد على نجاحه حتى هذه اللحظة. 21 شركة تطوير عقاري بالعاصمة، أكثر من 5000 مستثمر، أكثر من 10 جنسيات، 3 سفارات دولية، ممثلين عن الأمم المتحدة، 24 زائر من المؤثرين والمشاهير، جولات هليكوبتر في سماء العاصمة، نجاحات ومبيعات غير مسبوقة على مدار 48 ساعة، مؤتمر وجلسات نقاشية على هامش المعرض. كل الشكر والتقدير لكل من شارك وساهم في نجاح زان فيستور إكسبو. نجاح حفر بصمته في تاريخ العاصمة.